يعني بس انا بتوقع متاكد ان اللجنه الحكوميه عندها واخدين سيناريوهات مش عايزين يعلنوا عنها علشان ما يبقاش هم فيه لسه رامين على حاجه برضو هقول لكم هسال حضراتكم علشان يعني ما يبقاش فيه قيل وقال قيل وقال وبتاع، واللي عايز يلغي واللي عايز يلعب واللي ليه مصلحه ان هو راجل يعني ما بيشتغلش فعايز الموضوع يتلغي، فطبعا ده كلها امور علشان يعني مثلا هولندا الدوري هيبدا من غير جمهور واحنا بقى لنا ده طبيعي ده العادي بتاعنا ده العادي بتاعنا ده بالنسبه لنا عادي ده العادي ده عادي يا كابتن. طيب دلوقتي في انجلترا عملوا حاجه وانا قريتها وشفتها وتبحرت فيها شويه، يعني بيعملوا يا كابتن احنا طبعا الاول اللعيبه بتتمرن في بيوتها، اللي عنده بيت وفي جنينه او اللي ما عندوش جنينه بيروح في فندق بيروح في فندق في على في المرسى مطروح ولا في اي حته وعنده بحر، وبعدين انا ممكن بقى اخدك امرنك في مساحه 10 متر في 5 متر ما خليكش تبقى شايف، لان كل الشغل البدني بيتعمل في قد ايه؟ بيتعمل في مساحات كلها وزب مع زجزاج مع ضغط مع مع الى جانب الشغل اللي هو الاجهزه بقى اللي هي الاثقال والحاجات ديت، الى جانب ان انا بمارس الجري، الى جانب ان انا معايا في البيت اكتر من كوره بشتغل حته المهاره حته التسديد، احنا كنا زمان بنشتغل تسديد على الحيطه في المعلمين. فاذا انا يهمني طبعا مصر كلها وكل الانديه، لكن برضه يهمني النادي الاهلي، انا في افريقيا وعندي باذن الله كاس عالم للانديه، فانا لاعبتنا وده انا قريته من كابتن سيد وفايلر وكل الناس متابعين ومدين على التليفون كل حاجه لكل لعيب، فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه التقنيه الحديثه اللي احنا عايشين في 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 عصر التكنولوجي على اعلى مستوى. انجلترا عملت ايه يا كابتن؟ عملوا جواز سفر صحي. جواز السفر الصحي ده بيبقى فيه مدون فيه اذا انت عندك عملت كشف اللي هو اللي بيتعمل وطلع انه سلبي انك انت ما عندكش حاجه، الى جانب ان برضه بعين الدم بيشوفوا انك انت عندك مناعه ضد الحاجه ديت، فده بيتحط على الجواز ده، وبيبقى فيه جهاز مسح ضوئي بيتحط على طول على الجهاز الراجل اللي بيجي يروح يشتري تذكره. وطبعا الكلام ده واخدين موافقه وزير الرياضه ووزير الصحه على الموضوع ده، والموضوع ده لان طبعا الدوري الانجليزي زي ما انت عارف يعني خسايره تبقى بالمليارات وما كسبه بتبقى بالمليارات. ايوه فالجزئيه دي علشان دخول الجمهور مش هنلعب بدون جمهور، يعني هم بيعملوا ده عشان يبقى الدوري يرجع بجمهور مش عشان يعني ولا من غير جمهور ما كانوش هيلجأوا للجواز السفر الصحي ده. بعد كده خدوا طبعا الموافقات هيئات موجوده في الدوله خدوا الموافقات بتاعتها هيئات صحيه معتمده بحيث ان الحاجه اللي تعمل الى جانب الباسبور الباسبور الصحي انك انت وانت داخل الراجل بتاع الامن برضه بيعمل عمليه الكشف الحراره الكشف الحراره عليك. احنا عندنا كابتن هنا قبل النادي الاهلي اول نادي في مصر عمل تذكرتي وانت بتقطع تذكرتك بالشكل الفلاني، انا برضو نفس القصه انا هقطع تذكرتي من خلال الباسبور ده والشركات اللي موجوده عندنا واولادنا الصغيرين واحفادنا الصغيرين ممكن الحاجه دي مع الامكانيات ومع وزاره الشباب بتتعمل، لان زي ما قال كابتن ابراهيم وكابتن حشيش دي سلعه فاتحه مش اقل من 50 بيت من عمال من ملابس من فنادق من تاكسات من عربي 50 مهنه 50 مهنه الناس اللي بتفوق انت بتقول 50 فرد يعني لا 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 اقصد انا اقصد 50 بيت فتح نتيجه الحته دي. ف زي تذكرتي كده الباسبور الصحي ده بيبقى موجود والبتاع الامن داخل زي ما احنا داخلين مدينتي بيروح شايف الحراره بتخش بتقعد في تذكرتك. انا كنادي كاتحاد كوره ابدا حتى بدايه ان انا من غير جمهور لحد لما الموضوع ده يتعمل بالشكل ويبقى فيه تجارب عليه. انا مش اقل من الاتحاد التونسي هاخد نفس القرارات اللي الاتحاد التونسي عملها ان انا اواخر مايو هبدا فتره الاعداد وهدي لك ثلاث اسابيع بحيث ان انا هبدا الدوري بتاعي 72 ساعه كل 72 ساعه مباراه. الامور بقى الدخول والخروج والحاجات ديت وارد جدا ان احنا وعندنا المقدره وعندنا الشركات وعندنا الافراد وعندنا المهارات اللي تسمح لي ان انا
المنظومه دي احلها على اعلى مستوى من الكفاءه. في البوابات الالكترونيه الجديده اللي هي معموله في القوات المسلحه عاملاها اللي هي اللي انت تخش تتعقم وتبقى خارج متعقم وتعرف اذا كان عندك ولا ما عندكش من خلال البوابات دي. 100% كابتن. وتبقى هي دي البوابات اللي ممكن انما يعني بنتكلم على ده مش على الجمهور، ده مش على الجمهور ولا الناس تفهم ولكن حتى اللاعبين والحكام والافراد اللي داخلين يعني. وبعد يعني نبدا كده بعد كده بقى نبقى نشوف قصه نبدا بالتعقيم وبتاع اللعيبه وبعد كده الموسم اللي جاي يبقى كده. الحاجه الثانيه لو انا وزي ما الكابتن ابراهيم قال ان انا بقالنا عشرات المواسم موسم بيلضم في موسم فانا اعمل فتره اعدادي 3 اسابيع او 4 اسابيع زي ما الاتحاد الكوره او اللجنه هتعمل، والموسم القادم باذن الله تعالى ابقى فتره الراحه ما تبقاش شهر تبقى اسبوعين وكامل الموسم الاخر. يبقى انا عملت فتره اعداد قويه جدا وبرضه من الماتشات بتاعت الدور الثاني خلال اسبوعين وابدا الدوري الجديد، انما ما الغيش الدوري بتاع السنه الجايه. ده كلام خطير جدا. ان انا انت عارف يعني الكباتن قالوا على حاجه مهمه جدا وهي الجانب الاقتصادي. ده في الجانب النفسي في منتهى القوه. انا النهارده قاعد في البيت اتفرج على ايه؟ اذا ما كانش في ماتش كوره الناس كلها ماتشات الاهلي بتلاقي الشوارع فاضيه. فاضيه ليه؟ الناس بتستمتع بفريق النادي الاهلي وبالكوره. فانت الحاجه دي تحرمها منهم فانت يعني بتخلي الناس تلجا بقى زي ما قال الكابتن حشيش بقى تروح تتفسح. ما هو الماتش ده بيقعدك في البيت لما يبقى في ماتش في الاهلي. ماتش الاهلي بتلعب، ماتش برشلونه بتلعب، ماتش الدوري الانجليزي بتلعب. فببقى قاعد في البيت. حضرتك اجري في البيت ان انا حضرتك مقترحاتك اللي هي زي مقترحات الاتحاد التونسي. الخمس قرارات الخمس قرارات اللي خدها الاتحاد هيبدا التونسي. نبدا نهايه مايو 3 اسابيع فترات القيد تتاجل 7 8 9 الاخر حاجه 11 30 11 اللعيب من حقه بقى ايه لو الدوري مستمر لا من حقه بقى يمشي خلاص يعني الدوري ما يستمرش لحد بعد 30 11 تمام.